الكريم. أنا بعيد الصراية الصفراء أصلا. أيوة أيوة ربيتي. مرة 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 أيوة. مش مشكلة بعد كده أبدا. هي حصلت الضرب والشتيمة والله ما أنا عدالة. وإزيك يا شوف؟ بره. أنا عايزة بره بقى، أنا عايزة بره. قولوا لي بره. والله حلو والله حلو. يا دودو. أيوة. عندي خبر حلو. نعم. النهارده الحظر الساعة 2. ده أكيد؟ أه. فبناءً عليك. هتروحي الساعة 1:30. قال لك الحظر الساعة 2 مفاجأة. أنا اتفقت على 11:30 ماليش دعوة. لا احنا قلنا قبل، أنت قلتي قبل. يا عم دي إشاعة، إشاعة 2 دي إشاعة. هو عامة مفيش حظر. يلا يا أستاذ اتفضل.